اليوم أحد أبطال مجلس دير الزور العسكري شهيدا من شهداء الحرية والكرامة ليرسم لنا شهداؤنا بتضحياتهم الطريق نحو وطن آمن وحياة كريمة. فالشهداء هم قادتنا المعنويين، منهم نستمد القوة لإكمال الكفاح. فتحية إجلال لأرواحهم الطاهرة. الشهيد لا يموت، الشهيد لا يموت، الشهيد لا يموت. الشهداء هم من أوقدوا مشعلة الانتفاضة ومثلوها، ولهذا يتوجب علينا أن لا نطلع.